تعالوا نتابع تقرير عن مهرجان مشروعات تخرج طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة. احنا يعني دايما بنحاول ان احنا نطور من السياسات التدريبيه. اولا المره دي يعني هذا العام بالتحديد لم ننظر للتدريب على انه مشروع تخرج وبس، لا بالعكس، احنا اولا توسعنا في الجرعه التدريبيه ان الطالب ينتج كمان انتاج فردي، يعني بجانب الانتاج الجماعي كمشروع تخرج هو كمان بينتج انتاج فردي، فتنوعت الموضوعات بشكل كبير. لقينا حتى الطالب يعني الطالب اللي بينتج مشروع لوحده قدر ان هو يلتقط يعني قضايا وموضوعات والتحدي ان هو يقدمها في وقت زمني محدود، فبالتالي درجة الابتكار هنا بتكون اعلى، درجة التعبير عن الآراء بتكون أعلى. طبعا شفنا مشروعات كتيرة مقدمة من الخريجين في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وجدنا أن الأعمال هي بوابة وبروفة أخيرة لحياة ما بعد التخرج، حيث قوة المنافسة إن شاء الله اللي هتبقى في سوق العمل نظرا لاختلاف والتطوير المستمر في الوسائط والوسائل الإعلامية المستخدمة. كنا بنحاول ان هو بقدر الامكان ان الحاجة تكون طالعة من على ارض الواقع، اللي احنا بنصور المعيشة وبنقدر ان احنا نظبطها بعد كده في المونتاج، اللي احنا نصور حياة فعلا حقيقية، مش ان احنا لا، لان احنا هدفنا كان فيلم تسجيلي. طبعا هي الكومنتات كلها كانت سواء الايجابية او السلبية فادتني بشكل كبير جدا. الايجابية طبعا ادتني حافز، السلبية عرفتني ان انا لما اجي اعمل مشاريع تانية ايه النقط اللي اركز فيها وايه النقط اللي انا جنبها. مشروع التخرج بيقيمنا احنا استفدنا ايه، احنا قدراتنا يعني هتوصل لايه يعني بالظبط، فده كان حاجه بالنسبه لنا مغامره، وبالنسبه لنا اثبات ذات ان كل واحد يثبت نفسه في مجاله، هو اتعلم حاجه هو هيوصل فعلا لده.